سمعت عن رفع بناء المقابر على الأرض، فإلى أي حد يسمح بذلك جزاكم الله خيرا، ولا سيما أن كثيرا من أهل منطقتنا لا يعرفون هذا الأمر؟ صاحب هذا السؤال هو مجدي الرميحي من الكويت. البناء على القبور لا يجوز، وإنما القبور تدفن بترابها وتسوى بالأرض، ترفع عن الأرض قدر شبر مسنما ليعرف أنها قبور. وأما البناء فلا يجوز أن يبنى عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأمر بتسويتها، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض. وذلك لأن البناء على القبور سبب لحصول الافتتان بها، ووسيلة من وسائل الشرك، والشرع قد جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك أو إلى المحرمات أو إلى المحاذير. أما إن كان قصد السائل أن القبور تبنى في داخل الأرض من أجل أنها لا تتماسك التربة، فيبنون جوانب القبر ويضع الميت فيه ثم يسدونه عليه ثم يدفنونه بتراب، هذا لا بأس به للحاجة، وهذا ليس بناء يرى ظاهرا على وجه الأرض، وإنما هو بناء في داخل الأرض. في هذه الحالة لا بأس أن يبنى جوانب القبر إذا كان في أرض لا تتماسك أو أرض رملية ولا يوجد أرض صالحة لدفن الأموات. نعم.